تخصص لسن الفطامين، والشكر دائما موصول لرئيس اللجنة هنا في أرضية هذا الميدان سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلازي. شكرا يا أبو محمد حقيقة على هذا التنظيم المميز والدعم الدائم ما شاء الله هنا مع اللجان المتعاونة دائما على نجاح هذا الميدان. ميدان ضوء سيارتنا الخامسة، انطلقت الشوط، انطلق الشوط الخامس هنا مع الإبكار وصبة على المركز الأول علي بن سيف، هنا بن حميدان الفلاسي النقل على المركز الثاني، هناك غرام يا غرامك يا راعي الكاس يا راعي الحبيلة أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم النقل على المركز الثالث، المركز الثالث شاهنية لمحمد بن المر بن حلوة هالكتبي، المركز الرابع هناك زعفرانة، زعفرانة سالم بن خلفان بن علي الكتبي رابعا، المركز الخامس هناك ضغط في خامس المراكز سعيد بن محمد بن قضيب العليلي، السيارة السيارة الثمينة الفاخرة السيارة المميزة المقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حفظك الله ورعاك يا ابو راشد على هذا الدعم المتواصل، ولكني بعود مع صبا 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 بالمركز الاول علي بن سيف بن حميدان الفلاسي. الله يا ابو سيف، الله يا ابو سيف، العوير تطالب الشاهنيه بالمركز الثاني لمحمد بن المر بن حلو ايضا ابو احمد ايضا دعمه متواصل، ثالث المراكز هناك اللي هي غرام احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم، المركز الرابع وصلك راعي حفلة، وصلكم راعي حفلة، راعي الذيب، راعي الذيب للسيد للسيد يمعى بن عبيد بن خليفة بن ساحر، ولكنه بن حميدان بن حميدان. صبحك الله بالخير يا ابو، يا ابو سيف صباحك خير يا ابو سيف، علي بن سيف بن حميدان بن كعيب يا سلام، يعل دارك حية، يعل دارك حية، ما شاء الله يا صبا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الثبوت الراقي اللي تقدمه صبا حقيقة هنا على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الفاخر، في هذا المهرجان المقدم لأبناء هذا الميدان من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا علي بن سيف بن حميدان الفلاسي بمناسبة فوز سبب المركز الأول. المركز الثاني حفلة وتعود ملكية للسيد يمعى بن عبيد مخلي بالساحل، المركز الثالث غرام لأحمد بن هلال بن أحمد إبراهيم. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة حاضر هنا مع صبا، تهانينا يا بن كعيب، تهانينا على أداء صبا هنا وثبوتها الراقي وتوقيتها المميز دقيقتين 11 ثانية 47 جزر الثاني، تهانينا والناموس علي بن سيف بن كعيب الفلاسي.